وبكل ثبات انفعالي انا واقفه اهو ومستنيه اتفرج واشوف مين اللي هيوقع البرج النهارده. حد هيعترف على نفسه ويقول من الاول مين اللي هيوقع البرج؟ لا لا، اما نشوف مين اللي هيوقع البرج. هل انتوا عارفين كلكم الجينجا؟ اه. طب يلا بينا نلعبها. يلا استاذ وائل اللي هيبتدي. يلا يا استاذ وائل. يلا شجعي بابا. يا رب. بالراحه يا استاذ وائل، بالراحه يا استاذ وائل، هنحطها عكس عكاز بقى. ايوه كده ماشي استاذ وائل. خلاص خلاص، هي واحده بس. شكرا. لا والله هنحتاجك بعدين ان شاء الله، يعني نوصل تاني. يلا يا استاذ حسين. بالراحة 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 جدا. تهز. ماشي، احنا لسه في الأول يعني. حلو قوي، حماس رهيب في الأسرة دي، جميل. يلا يا ماما. يلا يا ماما. مش بعرف ألعب. لا مفيش، مش بعرف، جربي، احنا عندنا كل حاجة بتتجرب هنا. لا مفيش بقى، هنشجع ماما. طبعا. يلا. طبعا. فين بقى طبعا؟ يلا. يلا خد اهي، دخلت اهي. يا خلاص يا ناس. ايوه يا دينا، يا دينا. دينا لو شايفه ان دي صعبه، وهي صعبه فعلا لان احنا لسه في الاول، هتوقع البنيه الفوقيه. يا دينا جربي واحده ثانيه. انا حاسه ان الموضوع صعب يعني. هو مش محتاج تركيز. احنا محتاج تركيز. بتقولي قولي لها محتاج تركيز. ركزي يا ماما. ماما يا ماما. صعبه برضو؟ لا 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 لا، انت بتوترين. لا دي اللي فاتت كنت بقى والله بس بسيف يو، بس المره دي بوتر. الله على الاسره. ايه ده، ايه ده، ايه الحلاوه دي، ايه الروح الرياضيه دي. بيقول لك دودو علي بيدلعك، بيقول لك يا دودو لو وقعت ما تزعقوليش. يلا يلا دي مش استنوا استنوا استنوا، هتحطيها ازاي؟ هتحطها اولا انا لا لا يا حبيبتي، لازم تحطيها في النص، بس انا مضطره تدخل كوسه كده وعامله كده كده عشان انا نفسي الولاد يلعبوا. بس ما هم مش هيوقعوها برضه. لا هم يلا يعني احطها كده. بس بالنص وبالراحه خالص وانت بتحطيها. الله يا نهار ابيض، يا نهار. بالراحه وانت راجعه. إيه؟ بالراحة ماشي. يلا يا ماما. أنا خلصت. الحمد لله. بالراحة بقى. أيوة. يلا يا ماما. ركزي يا ماما. يلا تهزري. مامي إيه تكتيك؟ مامي بالتكتك. مامي الله يا ماما. بالراحة 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 بالراحة. برافو جدا. بالراحة بالراحة بالراحة. بالراحة وأنتِ راجعة. يلا. تعالي. يلا يا أن. يلا يا ماما. بالراحة يا أن جدا. انا اللي هقول لك. ما تقربيش قوي يعني. عايزه عامله حته كده. انا عايزه ماشي. وصلتها يا يلا يا ايه. ايوه هي ايد واحده بس. ايد واحده بس. حاولي تشوفي واحده تقدري تمسكيها بايد واحده. ان 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 شوفي من تحت شويه. يعني مش من تحت قوي. تحت قوي هي بين فوق وتحت من مخ يعني. مثلا دوري كده شوفي ايه اللي ممكن تطلع معاكي بسهوله مثلا. انا بقول لك تكتيك اللعب. يا ان. طب ما هو جربي تطلعي واحده من غير ما تقع منك، ولو وقعت هتبقي خسرانه عادي. هنا دي انت ايه ده عشان ده ايه الشر ده؟ لا لا ان ركزي كده. بصي شوفي كده ايه اللي ممكن تطلع معاكي بسهوله. بيقول لك من النص. اخوكي بيقول لك من النص. انا مشكله مفيش حاجه ممكن اتقلها. لا يا ان. بابا بيقول لك لا يا ان. بابا بيقول لك لا يا ان. نعم يا ان. ممكن طيب المكان ده. استني بس هنشوف ان ممكن توقعها اصلا. ايوه ماشي. مش اكيد. فين يا ماما الثقه اللي بنديها لبعضنا؟ انا نفسي اصلا قلقانه. لا يا ماما نثق. انت قدها يا لولو. يلا انت قدها فجاه بقى. انت قدها يا لولو. انا عايزه اشجع. ماشي اوكي. برافو يا ان. شفتي؟ براحه بقى يا ان. براحه. برافو برافو. يلا
راحة يا ساندي. ساندي انت اكتر واحدة واثقة، بس الموضوع بقى صعب جدا. هنشوف بقى يا ساندي. ساندي علي. ساندي ساندي مسخرة يا علي انت. ايد واحدة. انا اسفة يا ساندي، ايد واحدة يا ساندي. انت قلتي انت عارفاها وحافظاها. ايوه حافظاها. ما هو معلش لا يلا بنشجع بقى. ايه التركيز ده؟ ده ايه ده؟ تحفة. العفو العفو. برافو بالراحة جدا يا جماعة. الأسرة دي لازم تبقوا بالراحة يا ليلى. لا لا فوقيها. الأسرة دي لازم تشجع بعضها أكتر من كده. بص بقى يا لولو، أنا مضطرة أساعدك. يا ريت. يا لا طب أنا هاخد بساعدك. لا استنى. ثانية يا ليلى. أهي أهي يا ليلى. بص تعالى من هنا كده. أه مش عايزة تهور. شايفها؟ أهي طلعت لك حتة منها. أهي بالراحة جدا. بالراحة جدا. برافو. لا العكس يا ليلى. العكس يا ليلى وبالراحة. العكس. ابعد ابعد شوية. هو ليه وقف متسمر؟ شكرا. ماشي يا حبيبي. برافو. شكرا. بالراحه يا لو. ايه يا علي ايه التهور ده؟ والله يا علي ارجوك بالراحه. متهور قوي يا علي. اساعدك ولا ما اساعدكش؟ ايه دي الجمله دي؟ ما تساعدنيش. هو اللي طلب. انا قلت اعرض عشان انا ساعدت ليث. مش عايز. انا في الثقه عمياء. ليث مش هينفع من هنا يا ليث. تصدق ينفع من هنا يا ليث؟ يا ابن اللذينة. لا علي محتاج سقفة تاني. علي محتاج سقفة طبعا. برافو يا لولو. أنا دي جيم رهيبة يا علي. أنا نفسي ما اتحطيتش فيها عشان بس نبقى واضحين. يلا يا أستاذ وائل بقى، الثقة اللي كانت في الأول دي وريني مكملة معانا لحد إمتى. وائل وائل شجع يا علي. وائل يا جميل. وائل يا روحي. وائل خطير. وائل. لا لا التالتة بتاعتهم دي. استاذ وائل عنده ثبات انفعالي مش عند حد. جدا. اشهد. الله اكبر. بس ممكن يوقع عادي لان الموضوع بقى صعب جدا. بقى صعب علينا احنا. بقى صعب علينا احنا. ايه ده؟ برافو. انا عايزه اسقف لك. والله برافو. بابي يعمل ايه بقى؟ بابي عاجبني قوي. بابي هنعمل ايه؟ بابي هنعمل ايه؟ يلا نغني. جيت لك اهو امنه يا سنسن. جيت لك اهو سونا يا سنسن. دي اسره لذيذه قوي. انتوا دايما بتعملوا كده في البيت؟ الله. طب يلا سونا يا سنسن. جيت لك اهو سونا يا سنسن. جت لك اهو. سونا توتر قوي. عجباني. سونا يا سنسن. جت لك اهو. ما ينفعش بعد التشجيع ده توقع. معلش يا بابا هي بايد واحده. مؤاخذه يعني. وسونا يا سنسن. جت لك اهو. عجبني قوي. عجبني حماس الاسره. عندهم شعار كمان. الله اكبر. طفي يا طفي. الله اكبر. الله يا سنسن. مش ممكن. اي 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 ايه ده؟ واو واو. برافو. جيم صعب قوي. دينا بتقولي في مواقف. لا على فكره يا ماما، على فكره في واحد. انا اوريدي متوقعه اللي هيحصل. انتوا مصرين؟ لا انا عايزاكي تبقي عندك ثقه في نفسك. انا عندي ثقه زهرة. انا بتنام وانا واثقه. انت نفسك متوتره؟ انا متوتره بس ابتديت افهم ايه اللي هيحصل حالا. يعني عندي 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 اكسبكتيشن يعني. والله اعلم برضو. انت كنت ماشيه صح عامه؟ يعني بس انا من هنا. انا قلقانه من لما تيجي تحطها. علي ما تحطش. انا بقول قلقي يعني. لا يا دينا مش هقدر اقول لك. انا قلت لك مش عارفه ليه اتخضيت. مع اني برضو عارفه. مع اني كنت عارفه ولا جتني شكه كده. احنا طبعا خسرنا التحدي على ايد دينا. دينا اكتر واحده كانت مش واثقه في نفسها يعني، وعشان كده هي برضو وقعت. اني وايز تعالوا نشوف التحدي اللي بعده ايه، ونشوف مين هيعمل ايه تاني. يلا. Hey!